السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون التراكيب. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع. نبدأ على بركة الله. ألاحظ وأكتشف، أقرأ الجمل وأكمل الجدول بما يناسب. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم عناصر الجملة الفعلية. إذن ما هي الجملة الفعلية؟ الجملة الفعلية تبتدئ بفعل. الجملة الفعلية تبتدئ بفعل، مثلا كتب، الولد، الدرس، ذهب، الأب، إلى العمل. إذا الجملة الفعلية تبتدئ بفعل، كتب، ذهب، فعل. إذا والأب هو من قام بالفعل، مثلا ذهب الأب إلى العمل، الأب هو من قام والذي فعل الفعل أو من قام بالفعل. وهنا كتب الولد الدرس، إذا الولد هو من فعل الفعل. إذا أقرأ الجمل وأكمل الجدول بما يناسب. إذا الجمل: زار الولد المدينة. الكلمة التي ابتدأت بها الجملة زار، إذا نوعها فعل. الكلمة التي تدل على من قام بالفعل، إذا الكلمة التي تدل عن قام بالفعل هي الولد. إذا علامة إعرابها الضمة. تحكي الأسواق عن الإبداع، إذا الكلمة التي ابتدأت بها الجملة تحكي. نوعها فعل. الكلمة التي تدل على من قام بالفعل الأسواق. العلامة الضمة. يجذب الخزف الذواقين، الكلمة التي ابتدأت بها الجملة يجذب. نوعها فعل، إذا نوع الكلمة الأولى فعل. الكلمة التي تدل على من قام بالفعل الخزف. علامة إعرابها أيضا الضمة. إذا كل الجمل ابتدأت بماذا؟ بفعل، لأنها جمل فعلية. الكلمة التي تدل على من قام بالفعل تسمى فاعلا. إذا الكلمة التي تدل على من قام بالفعل تسمى فاعلا. إذا استنتج: الجملة الفعلية تبتدئ بفعل وتتكون من فعل وفاعل. الفاعل يدل على من قام أو الذي فعل الفعل ويأتي مرفوعا. إذا الفاعل يدل على الذي فعل الفعل ويأتي دائما مرفوعا. يأتي الفعل دائما قبل الفاعل في الجملة الفعلية. إذا الفعل يأتي قبل الفاعل في الجملة الفعلية. ولكل فعل مبني للمعلوم هناك فاعل، لكل فعل مبني للمعلوم فاعل. أطبق، أضع علامة في أمام كل جملة فعلية وأسطر تحت الفاعل فيها. إذا يقع التل في مدينة أسفي، إذا يقع فعل، إذا هذه جملة فعلية. إذا التل هو الفاعل، هو من قام أو الذي فعل الفعل. التل واقع في مدينة أسفي، إذا التل اسم، إذا هذه جملة اسمية. التل جميل، إذا أيضا التل اسم، إذا هذه جملة اسمية. زار السياح تل الفخارين، إذا زار هي فعل، إذا جملة فعلية. السياح هي الفاعل، السياح هم الذين فعلوا فعل الفعل أو قاموا بالفعل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.